حكمت المحكمة على المدعو عيسى سياني بالسجن 5 سنوات. 5 سنين رشي في الحبس وانا نجن حالي في طول الليالي. حبسوا السخنه، خسرنا كاع حياتنا. كاش حاجه تزاهي وتفرح طلع لك راسك. ما هذا خويا هو الاول اللي هدر على عزيز توغار قبل كاع هاد الشعب. دراهم نتاعكم اللي راك تحكي عليهم درتهم على ظهري وظهر اللي كيفي. عزيز عنده علاقه مع عيسى، وعيسى هو الوحيد اللي يقدر يوصلنا لعزيز. هذا بقلي كنت تكونوا صافيين كيما انت عزيز. كي انت كيبوك قالكمش بالزيف. اتصل بالنيه بالعاد خرج لك مبكرتين، واحده منع السفر والاخرى ايقاف في الحال. الدراهم اللي لقيناهم في لابيركيزيسيون زعما في رايك يكونوا هذيك هما الثروه كامل تاع عزيز توكار؟ خلاص بيني وبينك عزيز. ميم لو كانت عندك عند برا، مي لو كان ديرهم باسمي انا ما عندهم اللي يديروا لي. انت كاع ما تشبعيش. سليم هذا هو راس الخيط. انا حطيت يدي في يد عدو. هما اللي راهم باغييني انا وحدي. وانا نعرف ولدي من صغره، ما يجي هنا حتى يرد الثار ويرد ضربته. بصح تربيت في فاميليا مدرسه في الاصول، علموني شاول الاصل وشاول الفصل، وعلموني نكون راجل ما نهربش. من اليوم ما يزيد حتى واحد يخرج وحده. انا باغي ندله، باغي ندله كيما ذلني، انا باغي نقهره كيما قهرني. انت باغي تشهد عزيز توكار اللي كانت كاع الناس ترجف كي تشوفه، انا باغي كي يشوف في عينيه يحط راسه كيك. مانيش امك انت تقولي منين جبت هذا المال. ملي دخلت انت لا عيد لا رمضان انقهرت بلادي. ربي يخلص اللي جاب ولدي ولدي باري. صعيبة تنسي عزيز توكار اللي بعتي عيسى على جاله. واحد كيما انت واللي مثالك يستاهلوا واحد كيما عزيز توكار يضغط عليهم ويدمر لهم حياتهم. بديت قاعد تشوفني، هذه هي التالية. واش درت لي انت؟ عاطيني المال ومخليني هامل في الدنيا وحدي. انا نموت على جالك انت عيسى، مشيت معاك راجل عيسى. راه كتبها لي ربي تلحق، لا مت نموت وانا باغي نجيب حقي.